السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الميدان انا نقول المعركة الكبيرة هي في وسط الميدان، كروز ومودريتش محاصرة كبيرة، خصوصا من جافي اللاعب الشاب اللي عنده امكانيات كبيرة محاصرة مودريتش، وكروز اللي هو اللاعب اللي يلعب الكرات الطويلة الكرات القصيرة، يتحكم في قاع المباراة وريت المباراة، واللي هذا دور ديونغ. ديونغ مساند كبير من الناحية الهجومية لديباي وفاتي، لأنه هذه مشكلة البرسا أن اللاعبين وسط الميدان ما يساندوش، ما يبقاش فاتي وديباي وحدهم في الهجوم أمام أربعة وخمسة مدافعين، لازم مساندة أكثر من الهجوم، وأربعة على الجهة اليسرى اللي باش يكون عنده دور كبير. هل يمكن أن تحدد هذه المباراة مصير أحد الرجلين أنشيلوتي أو كومان؟ والله إذا كومان طبيعي هو كم عالم حكى يغيب جسدا ويحضر طيفا. جيرار بيكي وهيريك غارثيا يوصل ميدان السنين وتجاوز الفريق الأبيض في البرسا ما نافش نوصيوة على أنه كلاسيكو، لن يوصل برسا على كأس الدوري وما أدراك 60 دوري للهولندي، الهولندي للمتدور حاط الكرة في تيبو كورتوا، كرة من تيبو وبذكريات الحراس وفالديس وثلاثتهم من برشلونة عملوا نجحوا في الوصول لثلاثة قرارة الألوان البلاو جرانا سينج عالي الكتالوني رهيب في البدايات على المساحات والمرتدات سرعات رودريجو على اليمين كلاسيكو منهم النمساوي دافيد ألابا أمام الثنائي كريستيانو رونالدو 18 والفريدو دي ستيفانو دون الفريدو 18 الملوك عن طريق بنزيما الأولى قد تكون بضربة يصل الكروس يمين يروض باليسار باسي والكرة في خط لفينيسيوس جونيور على أوسكار مينغيتا والهربة من جهة أوسكار فينيسيوس الجون فينيسيوس جونيور والكرة في الكورنر تحرك تمشي الكرة خطيرة فرصة وكرة طاير تمشي الكرة للهولندي يلعب الترجى الكرة عن طريق مندي مندي وفي خطا فاول فاول متحمل المرينجي 96 فوز لمنفيس ديباي يرجع ديباي ديباي كاسم بدع بدع بيه هبلو يمشي بالكورة خطيرة من أرض البرازيل عاود هالو يعدي هل فيها إعاقة لا ليست بوسط الميدان الريال يتحرك يفتك كورة لعيبة برشا عاود هالو عاود هالو عاود هالو مش ممكن يشوط والدفاع كان أمام الجدار ديباي خطيرة جول جول مش ممكن يا ديست مش ممكن يا ديست مش البرسا المتعود بآلاف المباريات الكبرى عود لبرشلونة كرة الشوط الأول للبرسا ترجع على الخطا وتواجد كورتوا كورتوا الطويل يمسك سيرجي روبرتو ترجع الكرة مرة أخرى في الانتلال يلعب الكرة كافا مش تسلل يهرب كرة كريم كريم بنزيما ممتازة ولكن من الزاوية مستحيلة تيرت مليح تلعب الكرة جافي جافي والدفاع فرانك ديونغ التسديدة والكرة أوت طريق دافيد ألابا كرة من دافيد ألابا جول 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 تقدم الأبيض ديربي آخر لديربي إسبانيا كلاسيكو جديد من الكلاسيكو اللي من القرن الماضي اللي ينجح فيها الريال في الفزة هجمة مرتدة نموذجية بالرأس جول كانت الكرة منصفة وعادلة كرة رهيب نجم الكرة العالمية في سير السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.